في التحليلية. المجلس العسكري يستبق قمة إكواس بتأليف حكومة انتقالية، ماذا في رسائل الخطوة؟ 50 تحالفاً تتنافس في الانتخابات المحلية العراقية، أي خريطة جديدة في السباق؟ لا عودة إلى المنزل مرة أخرى، الحياة تعود إلى بكين بعد سنوات كورونا، كيف يبدو المشهد؟ في وثيقة اليوم، برقية سرية باكستانية تكشف ضغوط الولايات المتحدة لإزاحة عمران خان. وفي قضية اليوم، حادثة الغدر في الكحالة بين رواية الحقيقة والحملات التحريضية، من يشعل الفتنة في لبنان؟ التحليلية تأتيكم يومياً الساعة 5 مساءً بتوقيت القدس الشريف.